FM. الكل مليك. باش نحكي على حاجة أنا عشتها، باش نحكي على ميسيون أنا عملتها. خرجنا باش نشوفوا الإدارة التونسية، الناس الكل تمشي أبارامون العلاقة مع المواطن، معناها تمشي مع السينيسيس للكنام، البيرو شغل تمشي تحكيت كيف من هكا. تبدا نكون احنا ماشيين رقينا الديوان الوطني التونسي للسياحة، هذايا قلنا نقفوا هوني، راهو هذايا مؤسسة تبع الدولة ندخلوا لها. دخلنا الحقيقة كان فما تعاون من المشرفين على الديوان، وخلينا ندخلوا نراقبوا المكاتب، خاطر ما فماش علاقة مع المواطن، فما مكاتب وذي معنا وقت، ذي معنا مساعتين غير درج، وهما يكملوا مساعتين ونص. الحقيقة نحن الوقف اللي وقفناها نستناه في الاوتوريزاسيون، فما ناس رجعت والإدارة الكل سمعت لي نحن موجودين. أما كيطلعنا نحن الناس طلعت معنا في الدروج، معنا رجعت من ثنية طلعت البيروتها، فما الحقيقه فما ناس قاعده تخدم. لكن فما حاجه اخرى، علاش نحن حابين ندخلوا وسط الاداره؟ خاطر بيرو فيه زوز عباد يخدموا، واحد برك يخدم. سالت اللي يخدم معاهم ما نعرف شوينو، ابطنا حتى الموارد البشريه قال لنا مانيش مسؤول. بعد طلعنا نحن بروميير ايتاج، طلعنا دوزيام ايتاج بعد باش نكملوا نراقبوا. جمعت بروميير ايتاج ثاني وعلينا راقبناها وسي روح هزوا رواحهم باش يروحوا، ما سوء حظهم يلقاونا في البيت مرة أخرى. فما مرة تخدم غاديكي قالت توا مساتين ودرج في علمي مساتين وأربعة، طرحتو كان مساتين وأربعة راكم تكملوا مساتين ونص، والمواطن والدولة تخلص فيك حتىكش مساتين ونص، مش مساتين وأربعة ولا مساتين ودرج. كي دخلنا نحنا أول مرة الجماعة كانوا قاعدين في بيروات بعضهم، كل واحد مشي يجي شد بيروه قدامنا، ما أنا عرفتك اللي غزمان وصلت لهم المعلومة. كي سألت فما مشرف غاديك يأتي الساحة خطر سمح لنا ندخلوا حتى ونصوروا، قال راهو معناها نحن تفضلوا ادخلوا راقبوا معنا حتى إشكال، أما المشكل الوحيد أنه معناها الإعلام جاي مخر، فهمت؟ أي زمنا نعلموا باش نجيوا نراقبوا معناتها في تونس، أي أما هو بالحق فما نوع من نجم نقولوا توجه نحو تغير العقلية. إذا مشرف على الديوان خلينا ندخل ونصور وكيف نقولوا زيارة فجائية فعلية، مش زيارة فجائية بإعلام مسبق، خلتنا نعرفوا أنه الفسعة عقلية عند المواطن التونسي حتى في إطار الرقابة. الكلمة ليك.